أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترحيبه بما نجحت فيه الوساطة المصرية القطرية الأمريكية بالوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين. وأكد الرئيس السيسي على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي على استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروع.